متتبعات قناة شانيل، كنتمنى تكونوا بخير وأحوالكم جيدة إن شاء الله، وعيد مبارك سعيد اللي يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. وخرجت شوية معطلة ماشي مشكل، المهم كنتمنى تكونوا عيدتوا مزيان وخا مع هاد الظروف هادو، إنما بنادم يحمد الله حيت كلشي في يد الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. مهم كنتمنى تكونوا بخير، وهذا الفيديو لقاكم في احوال جيده نتوما وليداتكم والعائله ديالكم. مهم اليوم البنات جيتكم فيديو جديد في القناه لمده ما درت بحال هذا النوع ديال لي فيديو اللي هي مشتريات، مده دابا شي اكثر من 7 شهور واقيلا ولا 6 شهور ما درت لكم شي فيديو، كندير غير كي كتشوفوا الوصفات وداك الشيء. واليوم جيتكم فيديو جديد، جيت نشارك معكم مشتريات من ارت ديكو اللي كان في كازا، يعني كيجيبوا الحوايج ديال تركيا والحوايج ديال الاكسيو والحوايج مهم داكشي ديال ديكوراسيو، صراحه رائع عندهم ديال تركيا، هادشي اللي خديت انا ماشي ديال الاكسيو، وغادي يعجبكم وتال لي بخي يعني في المتناول. وغادي نحط لكم في صندوق الوصف لاباج ديال الانستغرام ديالهم ولاباج ديال فيسبوك، انا عندي جروب ديالهم ديال واتساب، يعني تما فين كتحط لي زارتيكل. وبلا ما نطول عليكم غنبدا لكم باول حاجه، هذا ديال الكيك كتشوفوا بورت كيك، ها هو ذهبي كتشوف، هذا راه غير كولا درتها له انا باش ما يتحل ليش هاد ما تحلياش هاد الزجاجه هادي، هادي راه مرايا كتشوفوا نتوما البنات، هادي راه مرايا، هذا البنات الصراحه ثقيل وزوين، يعني تحطيه للضياف وتحطي هاد الكره درتها له جديده، باقي غنحيدها له باش ما يبانش هاد الشيء. المهم هذا خديته البنات 100 عفوا ب 70 درهم، 70 ولا 80 ما بقيت، المهم ما بين 70 و 80 درهم باش خديته، ها هو الفتايه صراحة زوين، حتى في المنظر ديالو زوين رائع، حطوه هنايا باش ما. وثاني حاجه اللي عجبتني الصراحه متوله هاد كافي، هادي غنديرها في الكوزينه وندير فيها هنايا دوك الطواسات ديال كافي ديال القهوه، هذا البنات كديريها من فوق ماكينه ديال القهوه الى عندكم، كديري هادي وكديري من تحتها كاف لا ماشين ديال كافي صافي، يعني كديرهم في جهه واحده كيف كيكونوا فرق القهوه، كديريها فرق القهوه هذه نتوما، هذه ديال الخشب نتوما كي دايره من اللور، عند هاد اللعيبات هادو كتعلقي بهم كديري مسمار وكتعلقي، وفيه هادو ثلاثه كديري فيه ثلاثه ديال الفناجي، يعني سيغ ديكور صافي. هذه خديتها ب 90 درهم ديال الخشب، وفيه هاد التوجيهات هادو مكتوبه فيها كافي، وفيه هاد الكاس مكتوبه فيه لايك كافي. المهم هادي خديتها البنات ب 90 درهم هي. وتالت حاجه اللي هما هاد الطبيسات الصراحه اللي حمقوني، كانوا كيبانوا لي في الفيديو يعني ماشي شي حاجه، انما فوصلوني يعني وصلوني اليوم وكنت ندير معكم فيديو، ما غنستناش حيت هادو البنات عدد بورت كيك خديتها هي الاولى، وهاد الفناجل قلت توصل لي لا كوموند الثانيه عاد نجمع لكم في كل شيء، ما بقاش كل مره ندير فيديو على جوج حاجات. هاد الطباسيل البنات الصراحه رائعين، هذا الطبسيل كديري فيه الكيك كديري فيه الحلوه كديري فيه ذهبي من هنا يعني الضوغي، ومن هنا ديال الزجاج وفيه الضوغي، الصراحه رائع رائع. هادو مع 6 ديال الطباسل صغيورين كتشوفوا هما، الصراحه عجبوني بزاف كاع، حتى يعني مزيان حتى الاخر ديالهم يعني متين ماشي شي حاجه اللي رهيفه، يعني شي حاجه سواقيه. مع 6 ديال الطباسل الصغار هما، ثلاثه هما في البلاستيكه وثلاثه حيدتو، دابا تشوفوهم في الفيديو ان شاء الله الا درت فيه شي كيك ولا شي حاجه، راك عارفين انا اللي ضربني على الكيك. ورابع حاجه هي هاد المبيخره هادي، تاع هادي الصراحه شي حاجه كلاس، ها هي نسيت ما قلت لكم الثمن ديال الطبسيل، الطبسيل و 6 طبيسلات صغيورين خديته ب 145 درهم، ها
وهاد المبيخه هادي نتوما يعني ماشي ديال ديال الفخر ديال فهاداك ها نتوما ديري فيه في جوج عندهم هاد الفاصل هادو اللي وريتكم هذا عندهم الذهبي وعندهم الفضي وعندهم البيض. انا خديت الدوغي حيت اكثر يوم معني في الذهبي يعني باش تلاقي تحطيتو غيجيو معاهم. ما عنديش الفضي نهائيا في الدار اكثر كي ناخذ الذهبي كيعجبني كيحمقني الذهبي. وهاد المبيخره هادي كيف كتشوفوا فيها البيض فيها البيض والكحل وكاينين انواع اخرين ولي زارتيكو الاخرين يعني كاين انواع واشكال. كان هادوك ديال العوينات اللي هما العوينات انا الا شفتوهم هذاك ستي ما عجبنيش عجبني هكا يعني هادي هادي خديتها البنات 140 درهم كتشوفوا لكن الصراحه زوينه وشي حاجه لي كلاس من هنا ديال بحال الخام. وخامس حاجه هاد الفناجل هذا تاع هادشي كامل البنات اللي كتشوفوا ديال تركيا. خديت هاد الفناجل هادو ديال الحريره ولا المهم صراحه شي حاجه كلاس وكبار نتوما للضياف هادشي انا ترى كناخذو للضياف نتوما كل فنجان في منه جوج نتوما كاين الوان يعني لي زي كولور مختلفه ماشي كلشي بحال بحال نتوما جوج من هادو وجوج من هادو خضر خضر بالضبط الشكل هانتوما جوج من هادو يعني ستة ها جوج من هادو وكاين جوج في الكري واش الكري ولا ما عرفتش هاد اللون المهم الكري هانتوما فيهم هاد الزواق هادي يعني منقوشة فيهم ماشي صباغة فيهم هاد النقشات هادو منقوشين ماشي يعني صباغة تحيد ولا ستة ديال الفناجل خديتهم 100 درهم 100 درهم كيف كتشوفو هانتوما هادو تا هادو ديال تركيا هانتوما الصراحة زوينين كنت باغا نكحل باغا ناخد الكحل معندهمش هاد اللون اللي عندهم. وآخر حاجة أو سادس حاجة وآخر أرتيكل خديتو هو عفوا جاني بعيد هو هذا هذا البنات مصنوع من البامبو الا كتعرفوا البامبو يعني ماشي ديال بلاستيك. هذا البنات ديال لاصالاد ديري فيه لاصالاد ديري فيه العجينه يعني تخمر بحال البغرير بحال العجينه ديال الملوي بحال مهم. هذا انا خديتو لاصالاد ما خديتوش العجينه حيت عجينه عطله باش ديريها يعني ما غنضيعوش في العجينه حيت خديتو غالي. هذا كيف قلت لكم البنات ديال البامبو معروف الا درتو في جوجل بامبو راه يعطيكم الانواع. عنده الغطايه ديال الخشب كتشوفوا وعندو هادو هادو فحال فحال معالق فحال كيف كتشوفوا فحال زعما غديري فيه لاصالاد وتخلطي هكا بهاد بحال ديال السوشي ولكن هادو كبار. حتى هادو مصنوعين من البامبو فحال بحال هذا بحال هكا غديري هنا الشلاطة وغديري هكا يعني تهزي بيه هذا يعني ديري فيكم لاصالاد وتغطيها وتخشيها في التلاجة يعني انت تبغي تقدميها. وعجبتني الصراحة هاد الغطاية هادي ديال الخشب الصراحة هادشي متين كلو هادشي اللي خديت يعني ماشي شي حاجة اللي ميطاسيو ولا شي حاجة عيانة ولا هادشي كامل اللي خديت صراحة زوين ومتين وكيديروا التوصيل في امانه او لوكس او مهم كيسيفطوا في اي مدينه كاينه وفي اي بلاصه كاينه. عارفه انا من واحد الناظور وهي في كازا بقات عطلات شويه هذا العيد مع الظروف ديال العيد يعني صيفطت لي دابا شي 10 ايام يعني كنت كنتمنى توصل ليا قبل العيد باش هاد المبيخره هذه نحطها في العيد لكن مع الظروف ما وصلونيش في الوقت جاوني معطلين في امانه. مهم هذا البنات فيه الالوان والاشكال كاين صغار كاين كبار هذا كبير فيه الكحل والبيض فيه مهم اشكال فيه روز فيه بزاف الالوان. خديت الاحمر على ود الكوزينه عندي فيها الاحمر
قلت لكم انا اللي ضربني ضربني على الاحمر. المهم خديتها اللون هذا. كنت خديت واحد اخر ولكن سال لهم هذا اللي لقيت يعني عجبني. المهم هذا البنات خديته ب 140 درهم. هذه 140 درهم خديتها ولكن صح زوينه تحطيها للضياف بحال هكا. طيب هذه في الجنب ديالها يعني ديري لا سلطه وتحطي هذه هكا في الجنب كتجي زوينه وانيقه. قلت لكم هادشي خديته للضياف ماشي ليا انا. وعندها هادو لكم مصنوعين من البامبو. الا دخلتوا ودرتوا في جوجل يعني هاد الحاجات ديال البامبو راه عندكم كاين فيهم طاسات كاين فيهم واحد طاسه ديال الكوزينه زوينين ديال كدير فيهم القطاني وفيهم بزاف 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 الاشكال فيهم الاشكال والانواع الطباصل الكيسان مهم فيهم اشكال والانواع. وقلت لكم هذا خديته 140 درهم فناجل 100 درهم المبيخ راه خديتها 140 درهم طبيصلات خديتهم 145 درهم العلاقه ب 90 درهم وهذا ديال بورت كيك خديته ب ما بين 70 و 80 درهم والله ما بقيت عاقله هانتوما هكا صراحه زوينه غادي نكون دايره في الكيك اللي شفتو في الفيديو يعني كنت كنستنى هادو يوصلوا باش ندير لكم فيديو. وهنايا البنات غنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وكنتمنى هاد لي زارتيكل هادو يكونوا عجبوكم. وغادي نحط لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديال البنت عندها بزاف بزاف هنا يعني كتخدم الخدادي اللي كتحطو في الصالونات كتخدم اللي كتحطو في الشومبره ديال النعاس وفي كتخدم دوك فحال الحصيرات المهم كتخدم كلشي وكتجيب الحوايج من تركيا عندها داكشي الصراحه كيحمق واخا داكشي الاثمنه يعني كاينين بعض الاثمنه طالعين ولكن صح يستاهلوا داكشي زوين عندهم ومتول وانيق يعني بالنسبه للضياف. ومهم هنا نكون وصلت الفيديو لاخر فيديو عفوا تهلاو في راسكم وما تنساوش لي لايك واللي ما مشاركش معايا في القناه تشترك يعني لا بغات الا ما بغاتش يعني ماشي مشكل. ولاي استفسار او اي سؤال كتبوا لي في لي كومونتير وتهلاو في راسكم وتالي فيديو جاي ان شاء الله خليتكم في امان الله ان شاء الله وحفظه. حتى الفيديو جاي ان شاء الله يلا ماما البنات كيف قلت لكم ما تنساوش كومنتاريوس قولي لايك وتهلاو في راسكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله.